نتحول الآن مشاهدينا الكرام إلى مؤتمر صحفي من واشنطن للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، ومن نيويورك مؤتمر صحفي لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا. نتابع جزء من نيويورك ثم نعود. عندما حصل انقلاب مضاد للدستور في كييف في عام 2014 والسلطات الأوكرانية بدأت باضطهاد، اسمحي لي يجب أن أرد على هذه المكالمة. لقد تلقيت لتو معلومات مفادها أن السلطات الأمريكية قامت بعمل عداء آخر ضد المفوضية الروسية لدى الأمم المتحدة، وبانتهاك صارخ لالتزامات اتفاقات البلد المضيف التي أخذوها على عاتقهم، ويقولون لنا بأنهم يعلنون عن إدراج 12 شخص من وفدنا ويطالبونهم بالمغادرة بحلول 12 من مارس. دبلوماسيون أمميون زاروا الوفد الروسي وأعطونا مذكرة مفادها يجب أن نقوم يطالبون به. نحن نرفع إلى الأمين العام مسألة التحكيم مع البلد المضيف والتي تنتهك بشكل صارخ الالتزامات. اتفاق البلد المضيف إلى الآن لم يفعل ذلك، ولكن حان الوقت. هذه أنباء ساخنة بلغتني للتو، ولهذا السبب اضطررت للإجابة عن المكالمة. 12 دبلوماسيا. من هم؟ من هم أرفعهم في الوظائف المستويات؟ لا أعرف من هم، لكن العدد 12. لا أحد في القاعة على ما أؤمن، لا أحد منكم على الأقل. عودة إلى الأمر، هذا نبأ خبر محزن، وانعدام احترام بشكل صارخ لالتزامات البلد المضيف ضمن إطار أو التزاماتهم سواء تحت ميثاق البلد وميثاق الأمم المتحدة. عودة إلى أوكرانيا، نرجع أطرح سؤال آخر. هل أعطوكم سببا؟ ما السبب؟ لا أعرف السبب إلى الآن، لم أقرأ المذكرة. سأعطيكم مزيد من المعلومات لاحقا. عودة إلى أوكرانيا، النزاع له تاريخ طويل، لم يبدأ عام 2013-14، لكن في 2014 كانت لحظة حاسمة في ما كان يتنامى في أوكرانيا بعد استقلالها، ونجم عن انقلاب غير دستوري وحرب النظام الأوكراني ضد شعبه، ضد كل من تظاهر وعارض نظام الميدان كان يحاول أن يطبقه على مدى 8 أعوام، ونحن نحاول سوء الحظ عبثا أن ندفع الحكومة أو السلطات الأوكرانية للالتزام باتفاق مينسك ولم يفعل ذلك. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا الجانب من نيويورك والمؤتمر الصحفي لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، وأيضا في هذه اللحظات مؤتمر صحفي من واشنطن للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس حول الأزمة الأوكرانية وتداعياتها وتطوراتها المتلاحقة.